بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. النهارده الخميس والاسبوع ده بنحتفل باحياء ذكرى النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ذكرى ميلاد رسول عليه افضل الصلاه والسلام. الحقيقه طول الاسبوع واحنا يعني بنتكلم عن فكره ازاي نصلي على النبي وازاي نقرب منه، ومن احب الحاجات للناس هو فكره الذكر والذكر بالإنشاد. يعني في ناس قوي تحب جدا، أنا حضرت مرة قاعدة كده عند ستات، يعني قالوا إحنا عايزين نحيي ذكرى ميلاد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أو المولد النبوي الشريف، ونجيب حد ينشد لنا. وساعتها جابوا ستات كده بأصوات جميلة، فرقة يعني معروفة، وقعدوا ينشدوا وقعدوا يرددوا اللهم صل وسلم على محمد النبي، يعني بنغمة كده جميلة محببة كتير ورا بعض. والحقيقة كنت أول مرة أحضر القصة دي، ويعني زي ما يكون بيدخل كده القلب كده حاجة بتكنس، حاجة بتنظف. معرفش، الإنشاد مع الذكر، مع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حاجة جميلة، زي ما بقول لكم بتنظف كده القلب. النهاردة قلنا طيب عايزين حد كده يعني ناحية معاه الحلقة، ونذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الإنشاد، وما لقيناش أحلى ولا ألطف من بنوتة جميلة. الحقيقة هي يعني يقولك ابن الوز عوام، هي حفيدة سلطان التلاوة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وهو كان يعني من القامات في تلاوة القرآن الكريم، واسم يعني ملء السمع والبصر. يعني آية الطبلاوي، آية الطبلاوي بنوتة جميلة، مامتها اكتشفت إنه صوتها جميل ورقيق وفي يعني موهبة جميلة جدا ماشية في سكة الإنشاد. ولكن طبعا بما إننا الناس بتقلق، لا إنشاد ده يبقى رجل، إنشاد ست إزاي؟ فأول حاجة عملتها سألت والدها الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وكانت المفاجأة إنه يعني شجع آية لأقصى درجات التشجيع، وفضل معاها وسندها ودعمها حتى في ظل بعض الانتقادات وبعض يعني ناس برضو لا بنت تنشد لا بنتنا تنشد. وكان الشيخ الطبلاوي رحمة الله عليه داعم كبير لآية الطبلاوي. أهلا بك يا آية ومنوراني. أهلا بحضرتك. وأنا أشيد الأول بالشياكة والرقة في اللبس قمر. ميرسي، ربنا يخليكي. احكي لي كده، أنت ماما اكتشفت وأنت عندك كام سنة؟ 7 سنين تقريبا. وأنت صغنونة خالص، عندك 7 سنين، كنت إيه؟ أنت بتقولي لي أنا كنت بشوف جده بيقرأ قرآن كريم، وكنت حابة الهالة اللي حواليه، وحابة فكرة إن هو مشهور والناس بتقدره وتجله. احكي لي كده عن الفترة دي. كنت دايما حطاه كده قدامي رول موديل. ما كنتش عارفة ازاي ممكن ابقى زيه. او ما فكرتش، يعني عقلي ما جابش ساعتها. بس كنت حابة جدا ان هو حتى اخد يعني ولو جزء بسيط من اللي هو بيقدمه. الاول حبيت اكون زيه بالظبط، اللي هو ابدأ في قرآن القرآن كده. بدأت احفظ معاه هو. كانت والدتي بتوديني عنده وتسيبني، ما شاء الله، احفظ الجزء المطلوب مني احفظه وبعدين ارجع اسمعه عليه. طبعا كان في اكيد تعديلات كتير قوي، برجع عيد من الاول وارجع تاني. جده كان اطيب واحد في الدنيا، بس كان عنده الغلط في القران ما فيهوش رأفة. كان بيعمل يعني كان إيه؟ عنده دي ريد لاين. لا، اللي هو لو غلط قد كده احنا بنعيد من الاول تاني. فطبعا بس كان يعنف او كده؟ لا، كان يقول لك ايه؟ كان ليه هيبه لوحدها من غير ما يقول اي حاجه. انا بالنسبه لي كانت دي يعني خلاص انا فهمت، انا عرفت لا هنا في مشكله احنا لازم نحلها. بالبصه بقى ولا بالبصه؟ اصل في ناس بتحفظ القران في الكتاتيب وكده بالخرزانه، وده مش صح، مش بيحببوا الولاد في حفظ القران. لا، العنف في اي حاجه مش مطلوب. يعني الطفل برضو مش هيبقى مدرك ان ده لمصلحته في الاول في الاخر. فلا، هو ما كانش بيعمل اي حاجه، هو بس هيبه الوضع اللي انا كنت محطوطه فيه هي اللي كانت بتحتم عليا ان انا امشي في اطار معين. فالاول بدات زي ما بقول لحضرتك في القران، وبعدين ابتديت شويه اميل للانشاد. كنت بحب جدا اسمع انشاد شيخ مشاري روشد.
اول حاجه بدات يعني اول حاجه والدتي ربنا يكرمها يا رب سمعتها مني كانت هي، وبعدين رحت لجده سمعته بقى صوتي. وانت عندك 7 سنين صغيره. أيوة. قلتي بقى رحت لجده قال لك ايه؟ سمعته هو كان، انا كنت عارفه ان هو بيحب فيلم شيماء جدا. يعني قررت ان انا خلاص طالما هو بيحب ده فانا هسمعه اول حاجه بصوتي من الفيلم ده. الله. ساعتها انشدت عليه وعجبه جدا، شجعني جدا رغم الخوف اللي كان جوايا. تفتكري الجزء اللي سمعتيه لجده؟ ايوه. طب نسمعه مع بعض. كم شاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم، والملأ الأعلى يترنم لقدوم محمد الأكرم، لقدوم محمد الأكرم. الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فجده سمع الجزء ده عمل إيه بقى؟ أول حاجة قالها لي إن صوتي شوية شبه نجاة. صحيح فيها الرقة دي. أيوة. فأنا بقى كنت حابة إنه خلاص أنا يعني طالما عجبه بقى فأنا هبتدي أجهز حاجات أكتر وأسمعه أكتر وأجتهد أكتر في الموضوع. كان تشجيعه ليا إن هو كان أي حاجة بتجيله من بعد ما سمعني كان بياخدني معاه، حتى لو هقعد مش هعمل اي حاجه. بس يعني ايه اي حاجه بتجيله بقى؟ مثلا لو زي حضرتك كده برنامج او ايفنت كان بياخدني معاه، افضل قاعده كده واشوف بقى الدنيا. طيب وبعدين فضلتي بقى ايه؟ هل نميتي بقى الصوت او اشتغلتي على صوتك، ولا هي موهبه بس كده؟ لما سالته المفروض يعني ازاي انمي صوتي، قال لي ان ودني اهم حاجه المفروض تبقى هي المدرب بتاعي. لو هي اتدربت صح وعرفت تفرق بين الصح والغلط هي اللي هتبقى المدرب اللي دايما معايا، اللي مش هحتاج بيه ان انا اروح لحد. اجتهدت في الموضوع على قد ما اقدر، بس قررت انه يعني لا، لازم بقى اخد خطوه شويه، اطلع بقى انا يعني لوحدي. ساعتها كانت بدايه نقابه الانشاد الديني. رحت للشيخ محمود ياسين التهامي. ايوه. وهو اللي ساعدني. امتى جدا بقى ده؟ كان امتى؟ تقريبا من 4 5 سنين. كنت اول دفعه تتخرج من مدرسه الانشاد الديني. كان معاكي بنات؟ كان معايا بنوته. انتي واحده بس. فرقت لما عرف ان انتي حفيده الشيخ محمد محمود الطبلاوي؟ هو طبعا يعني فكره ان انا ادخل، اختبرت عادي جدا. يعني انا لما دخلت اختبروني عادي جدا، والسيكونس مشيت عاديه جدا. كان انا مش بواسطه يعني. لا قصدك كده يعني. لا. اكيد 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 ما حدش هينشد بواسطه، لازم يبقى عنده صوته والخامه بتاعه صوته كده. علموكي ايه هناك بقى؟ تعلمت المقامات الموسيقيه. كان كل مقام بيدرسونا عليه ابتهال. تعلمت على ايد شيوخ كبيره جدا الحمد لله. خدتي كام سنه يعني؟ قعدتي كورسات ولا سنه؟ بس هي سنه كانت مكثفه شويه. بس كل مقام تاخدي عليه ابتهال بالظبط. وبعد كده بقى ابتديت اطلع مع الشيخ محمود في حفلات. لو محتاج حد في الاوبرا مثلا يعني. طلعت كذا مره في الاوبرا وغنيت وانشدت اسفه. وطلعت في ساقية صاوي. وايفنتس تانية بقى في قصر الامير طاز. ما شاء الله. اخر ايفنت كنت مع الشيخ محمود قصر الامير طاز. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نسال ايه على فكره التباين الاراء، بالذات في بيت فضيله الشيخ محمد محمود الطبلاوي والناس اللي حواليه من مؤيد ومعارض، لانه حفيدته تطلع منشده دينيه وتشدو بصوتها، ورأيه هو كان مع ولا ضد بعد الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. حفيدة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، آية طبلاوي، منشدة دينية يعني تدربت على يد الشيخ محمود التهامي المنشد الشهير. رأي الشيخ الطبلاوي إيه في إنشاد آية؟ أولا الشيخ الطبلاوي هو تقلد مناصب عدة، أولا هو كان عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولجنة القرآن الكريم، المستشار الديني بوزارة الأوقاف المصرية، وكان نقيب قراء القرآن الكريم. وصفوا محمود السعدني أنه قال لك إيه، سافر آخر حبة في السبحة المباركة لقراء القرآن الكريم في مصر إلى نحو 80 دولة، ممثلاً في المؤتمرات ومحكماً لكثير من المسابقات الدينية. رأيه إيه؟ يعني أنت قلتي لي إنه كان في ناس حواليه مخضوضين، لأ حفيدة الشيخ الطبلاوي ما تغنيش أو ما تنشدش أو كده، هو كان بيسمع هذه الآراء؟ ما كانتش بتوصل له غير عن طريقي. يعني مثلا اكون في ايفنت مثلا وحد زعلني قوي فاروح اعيط له، يعني جده قالت لي انه ما ينفعش اللي انا بعمله، طب هو انا غلط، طب هو انا صح، طب اعمل ايه؟ وانا برضو سالت في كذا حته تانية يعني تاكيدا على الموضوع. طبعا راي جده يكفي، بس برضو كان في حته جوايا من كتر الانتقادات انه انت بتعملي حاجه حرام. ايوه، فانت كنت قلقانه وعايزه يعني بالظبط، فكنت ومع انك قلتي لي يكفي راي جده طبعا. بس سالت في الطرق الصوفيه وسالت كذا اتجاه مختلفين، كلهم اجمعوا على ان هو ما فيش مشكله طالما في اطار معين ما فيهوش تمايل او تمايع. بس هنا ده انت صورتك انت اللي تحت، انت أيوة. اللي جده ماسكك من وشك كده. دي كانت في عيد ميلادي. ده انت كنتي ده ايه، السنه اللي فاتت مثلا ولا من سنتين؟ 3 سنين مثلا. من 3 سنين. ده انت برضو. ايوه. الشيخ محمد محمود الطبلاوي طبعا غني عن التعريف. هو بقى كان بيقول ايه؟ يعني رايه كان ايه؟ كان دايما لما يشوفني زعلانه، يعني ما تقولي له ده حرام يا جدو، انا صوتي ما ينفعش يطلع وكده، كان يقول لك ايه؟ كنت بقول له انه دايما يعني بتعرض لنفس الانتقاد، صوت المرأة عورة. قال لي ان ده قول مأثور، مش حاجة او دليل قاطع. مفيش حديث في هذه الجملة بالظبط. انا ما كنتش في القرآن في هذه الجملة صوت المرأة عورة كجملة كده اللي الناس بتصدرها على طول وبتطلعها، ملهاش اصل في الحديث ولا السنة ولا القرآن الكريم. صوت المرأة عورة دي معرفش. فجدك الشيخ محمد محمود الطبلاوي قال لك ده قول مأثور وليس قاعدة شرعية ولا وقال لي انه ما تقلقيش وان انت كده ماشية في الطريق الصح. قلت له ازاي يعني، ازاي ماشية في الطريق الصح وكل الانتقادات دي واغلبها مش بتكون لطيفة بود، يعني بتبقى صعبة شوية على طفلة. كان دايما بقى يقول لي انه الشجرة المثمرة لازم يحدفوها بالطوب. فانت خليهم ما ياثروش عليكي بكلامهم، بالعكس انت عارفه اتجاهك وعارفه اللي انت عايزه تعمليه، اوصلي له ومالكيش دعوه باي حاجه ثانيه. طب نسمع بقى كده، نتمتع بقى بصوت ايه والانشاد الجميل. بتحبي تنشدي لمين يا ايه؟ انا مش بحب حاجه معينه او اشخاص معينه بذاتها، على قد ما بحب الحاجه اللي بتلمسني اللي اقدر اقولها وانا حاساها عشان طبعًا احساسي يوصل للي بيسمعني. زي ايه بقى؟ طب قولي لي كده. مولاي صلي وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله علي. هو خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، صلوات الله علي. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصافي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، صلوات الله علي. جميلة يا آية. قولي لي بقى، وانت بتدخلي ساعات الواحد، انا مثلا بقدم برامج دينيه، فساعات وانا داخله البرنامج ايه استحضر النيه كده، يا رب انفع الناس بيه. هل تستحضري نيه كده وانت داخله طبعا بتغني كده يعني؟ وهل دي يعني حاجه حاضره معاكي على طول، ولا بتاخدي الموضوع ازاي؟ طبعا استحضار النيه ده اول حاجه في اي حاجه، يعني مش شرط بس في الانشاد. النوايا اللي بحطها اول حاجه اي حد يسمعني ان هو يصلي على النبي. دي نمبر 1 بالظبط، يعني طول ما انت بتغني وانا بردد الصلاه على النبي في سر. بالظبط، وانه لو حد مش عارف صفاته يعرفها عن طريقي، بطريقه لطيفه، بانشوده دقيقتين او ثلاثه، صحيح، تعرفه معلومات ممكن لو قعد في درس 3 4 ساعات يطلع بيها. ممكن يطلع بقى بالانشوده دي بالمعلومات دي نفسها. طب قولي انت دارسه بيزنس، يعني دارسه حاجه ملهاش علاقه خالص بالكارير، انت عايزه تاخدي الكارير ده كارير، ولا عايزه تاخدي هوايه، ولا ايه؟ لا، الانشاد بالنسبه لي عمره ما كان كارير باث خالص. انا حاليا اتخرجت وبشتغل. والله انت ليكي شغل بتاعك انت بالظبط في البيزنس؟ بشتغل في بنك. اوكي، ملهاش طبعا اي علاقه بالموضوع ده. الانشاد برافو عليكي، واخدة الانشاد هواية، حاجة أنا بحبها. يعني حاجة بحبها وبحب أوري للناس اللي أنا بحبه بطريقتي. لكن عمره ما كان بالنسبة لي حاجة يعني شغلة أو حابة أمشي أصلا في أي حاجة ليها علاقة بالطريق ده، أخدها إن هي بزنس. يعني أنت بتعمليها كده هواية فقط. بالظبط، مش حاطة لنفسك طموحات إن أنت عايزة تبقي إيه أو تتطوري في قصة الانشاد دي؟ مش حاطة، بس بلاقي ربنا بيفتحها عليا بطرق انا ما بقاش يعني حاطه لها، يعني او مش حاطاها في دماغي اصلا، مش عامله خطه يعني. بالظبط، مش عامله هو كده، ربنا بيسوقك لمكان معين تطلعي تنشدي فيه. عملتي حفلات ايه وانبسطتي فيها قوي واستمتعتي وجالك ناس وسقفوا وكده، يعني انبسطتي في ايه؟ اكتر حاجه بحبها جدا لما ابقى موجوده في حفله من حفلات الشيخ محمود. دعمه الشخصي لوحده بيدعمني انا، بيخليني عندي ثقه اللي تخليني اطلع واواجه اي حاجه بقى، سواء بوزيتيف او نيجاتيف، ببقى عندي خلاص. يعني هو لسه في نيجاتيف؟ عادي لسه يا غلبي لسه يعني معقوله لسه؟ يعني خلاص بقى، يعني المهم يعني هنفضل عايشين في النيجاتيف دي لغايه اما نودع؟ لسه في برضو يعني ناس يعني ضد فكره انه المراه ممكن تشارك في حاجه زي كده يعني، للاسف. يعني ما اعرفش سببها، بس ممكن مجتمع فرض علينا فكره معينه الناس متمسكه بيها مش اكتر. مع ان يعني انا بدات كنت لوحدي تقريبا او شبه لوحدي، يعني كانوا قليلين قوي البنات اللي معايا، منهم اللي استمر ومنهم اللي ما استمرش. بس حاليا انا حاسه ان انا كنت السبب، او يعني ربنا جعلني سبب بان انا اكون واجهه لناس كتير قوي كانت مختفيه، ابتدت تحب تظهر للنور زي ما بيقولوا. انت نورتيني يا ايه، وعايزه اختم حواري معاكي مش بكلام، عايزه اختم بانشوده حلوه كده نختم بيها. اتفقنا.
الليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة بمديح الهادي الله، الليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة بمديح الهادي الله. طير يا طاير هات البشاير، يا طير يا طاير يا طاير هات البشاير، ده الليلة حلوة أو الليلة دي أمة محمد من يوم ظهوره الله، يوم بعد يوم عايشين في نوره الله، أمة محمد من يوم ظهوره الله، يوم بعد يوم عايشين في نوره الله، عاشقين حبيبهم هادي قلوبهم، عاشقين حبيبهم حبيبهم هادي قلوبهم، كان يوم ميلاده صباح نادي، والليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة بمديح الهادي. شكرا يا آية. آية طبلاوي نورتيني يا حبيبتي، شكرا ليكي. عندنا فاصل قصير ونعود. اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. زمان لما كانوا اهالينا يجوا يزورونا يجوا لنا كده من البلد، كانوا يدخلوا علينا بحاجة اسمها الزيارة. الزيارة بقى محملة كده بالخيرات بتاعت الفطير المشلتت وبطتين كده مذبوحين وجوز ارانب وحاجات كده، وكنا نبقى يعني مبسوطين بيها جدا حتى لو احنا مش محتاجينها، يعني ممكن نتكفل ونشتري احنا الحاجات دي، بس حاجة بتدخل السرور على قلبنا. فما بالنا بقى لما ندخل على بلد بقافلة زيارة أو بعربيات ورا بعض محملة بالهدايا ومحملة بالخيرات والأكل واللبس والهدوم والحاجات الكتير اللي الناس محتاجينها. وكمان السعادة أو إدخال السرور هتكون أكتر لما الناس كمان تكون في أشد الاحتياج لهذه الأشياء. أنا بينورني دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جامعة البر والطاقة المصرية، أهلا بحضرتك. وإنتوا بتدخلوا بالزيارة بس بيبقى اسمها قوافل إنسانية. أنا عايز أقول حاجة للسادة المشاهدين الأول، ربنا يبارك فيكم ويسعدكم يا رب، ونتحشر كلنا خلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رجاء ثم رجاء، بل أستحلفكم إحنا رايحين حلايب وشلاتين، ما ينفعش أدي الناس وأسيب ناس. إحنا رايحين زيارة، عيب قوي لما أدخل على بلد ومبقاش في إيدي حاجة أو أروح أكون سبب في كسرة قلب حد. أنا ممثلكم مش أنا اللي رايح، ده انتوا اللي رايحين. فزي ما حضرتك بتقولي الناس كانت بتزور بعض، ومحدش بيزور كده باخد حاجه معاه. احنا عايزين ناخد حاجه تقبلوها ربنا يوم القيامه للناس اللي هناك، المرضى، الفقراء، اسيادنا الفقراء اللي هناك 6700 فقير في حلايب وشلاتين. هتدوني ليهم ايه؟ ادولهم وخلوهم يدعوا لكم. بمناسبة احتفالاتنا بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعظم الناس عطاء على الإطلاق، وحتى إنهم كانوا بيقولوا كان أجود من الريح المرسلة. شايفين الهوى؟ هو كان أجود منه. إحنا فين بقى من الكلام ده؟ عايزين نحتفل عملي، عندنا قوافل، عندنا أيتام في المدارس محتاجين كسوة، عندنا أسيادنا أولاد أسيادنا الفقراء اللي في المدارس اللي هم ما بياخدوش معاشات، وبالتالي هيدفعوا لازم المصاريف، عايزين ندفع لهم المصاريف عشان ياخدوا الكتب بتاعتهم. عندنا اسقف والشتاء داخل، وعايزين الحفه او بطاطين والشتاء داخل. دي رسالتنا الاستراتيجيه لمده 60 يوم.
يا نكون أو لا نكون، يا نحصد أكبر عدد من الحسنات يا هنزعل قوي كلنا. أنتم محددين يوم تطلعوا فيه حلايب وشلاتين؟ إحنا طالعين بإذن الله يوم الاثنين القادم، فجر الاثنين القادم كل القوافل هيبقى يوافق يوم كام؟ يوم الاثنين، يوم 25 أكتوبر. 25 أكتوبر. ما ينفعش نعدي شهر أكتوبر من غير ما نعمل حاجة جبارة، نعبر زي ما قواتنا عبرت. هنعبر بقى المرة دي الحلايب وشلاتين على حدود السودان. بس لأحبابنا وإخواتنا اللي هناك 6700 كرتون. أنا دلوقتي معايا يعني كنت الحلقة الأخيرة كنت بقول 5000، بقينا 5500. أنا عايز 6700 كرتونة، مش هتحرك إلا لما يبقوا معايا 6700 كرتونة. مواد غذائية هتروحوا بحاجة تانية غير المواد الغذائية؟ رايحين ب 300 مرتبة، أنا عايزهم يوصلوا ل 500. معلش أنا طماع شوية، تمام؟ مش هقول 1000، مش هنلحق أنا الدنيا تمام، بس عايز أوصلهم ل 500. عايزين ناخد بالمخدة بتاعتهم، عايزين ناخد 30 جهاز. اللي عايز يشتري ويبعت لنا يشتري، هاتوا لنا عرض 120، هات اللي أنت عايزه معايا. على فكرة إحنا أخدنا المراتب اللي جات لنا اللي هي كانت قطن اللي أنتوا اتبرعتوا بها من زمان، طلعناها وعدنا تنجيدها من جديد وتظبيطها، بقت جديدة. صرفنا عليها شويه بس بقت حاجه حلوه تروح كده للعرايس. 30 جهاز عروسه ان شاء الله، هناخد 30 مبرد واحنا رايحين في الاماكن هناك، دي هناك جو نار بالنهار. هناخد 30 مبرد ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكولديرات. كولدير تمام. من ضمن الحاجات اللي الناس اتبرعت بيها 30 جهاز عروسه، ده اللي هو 30 جهاز عروسه اجهزه كهربائيه، يعني بوتاجاز، ثلاجه. بوتاجاز وثلاجه وخلاط ومراوح وكل حاجات دي ان شاء الله. دول الحمد لله دلوقتي الاجهزه العرس جاهزه. طب الحمد لله والمبردات جاهزه. لكن لسه القطاعات من حق كمان رايحين بعربيه ادويه. جبنا دكاتره صيادله وقفوا وطلعوا الحاجات اللي صلاحيتها دايمه وشكلنا عملناها ان شاء الله عربيه كامله هتسافر معانا، هنسلمها هناك لمديريه الصحه باسمكم. شفتوا بقى الادويه اللي انتوا رامينها في البيت؟ لما لهاش لازمه ربنا شفاك، اشكر ربنا بقى ويلا وخرج العلاج ده لانه ما عندوش لازمه عندك. فانا عايز اقول لكل اللي بيشوفونا دلوقتي، عايز بقى ادخل المدارس اللي هناك ادفع مصاريف اولادنا اللي هناك الفقراء، ايه المشكله يا جماعه؟ الطفل بيبدا من 250 ل 300 جنيه انا ادفعوا لها مره واحده، غير كفالتك للايتام اللي انت كفلها. بس انت عارف يعني ايه تكفل طالب علم؟ يعني كل حرف بتعلمه بتاخد انت عليه حسنه، والحسنه بعشر امثال. الملائكه بتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وبالتالي انت بتاخد نفس الثواب. ده مسيره في يوم من الايام هيبقى دكتور او مهندس، انت هتبقى احد اسباب وصوله لكده. دفعت مصاريفه، كسيته، اكلته. يا جماعه سيدنا النبي لما قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، انتوا عارفين مين اليتيم اللي كان في ايد سيدنا النبي وكان رفعه؟ عارفين مين؟ ابن الغامدية اللي كانت باغية. انتوا متخيلين؟ ما هوش ابن فلان وفلان والعيلة معروفة. فما بالك بقى اما انت تكفل معايا اللي هو اللي ما الايتام فقيد الاب او الام. انتوا متخيلين اللي انا بقوله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا العطاء وقال لنا ان احب الناس الى الله انفعهم للناس. ما تيجوا معانا بقى. ممكن حد يقول انا عايز اجي معاك الرحلة دي، اتفضل تعالى. هتتعب شوية بس هتتبسط. عالم تاني خالص. انتوا بتروحوا في كام ساعة؟ من هنا للغردقة 6 ساعات، من الغردقة لغاية حلايب 10 ساعات، من الحلايب لشلاتين 200 كيلو، أقول مثلا حوالي هناخد ساعتين عشان الطريق. مع ايه ده؟ ده هتطلعوا بالعربيات كده؟ عربيات؟ من الفجر مثلا؟ احنا هنمشي من الفجر 25 ان شاء الله. باذن الله هنوصل عصر يوم 26 تمام. لان لازم نريح في الطريق مرتين على الاقل. ونشتغل في القافله، احنا رايحين حلايب وابو رماد وشلاتين، 3 اماكن محتاجيننا قوي بجد. احنا هنا بنودي يقول لك اجيب معاك الفيوم، اروح الاسماعيليه، الناس دي كلهم. لكن انت الناس دي نادر قوي لما حد بيروح. وطالع معاك بقى متطوعين وطالع معانا 45 متطوع ما شاء الله. تمام. ليه؟ لان احنا في حاجات هناك هتتعبى. احنا يا جماعه اخذين بصل من انتاج المزرعه اللي انتوا عملتوها. تمام.
عشان تبقوا عارف ادي اول بدايه نفحه. لو كانت الطماطم لحقت كنا اخذنا منها الطماطم. عايزينكم يا جماعه القافله دي تكلف. طب مش هنطلعوا بطاطين؟ ايوه، ولا احنا عايزين الحفه. هناخد لهم الحفه المره دي احسن. هو اللحاف بسعر البطانيه، فايهما احسن لحاف؟ تمام، احنا حسبناها كده. اللي عايز يجيب لنا بطاطين هات، اللي عايز يجيب الحفه يشتري هو ويبعت لنا هات، اتصل على 19038 العربيه هتجي لك حملها زي ما انت عاوز. عايز تبعت بقى معانا رز ماشي، شويه دقيق الله يبارك لكم، عايزين دقيق وعسل، عسل اسود مش عسل ابيض. تمام، الناس هناك ما عندهمش زراعه، الناس اللي زرع بطاطا مفيش عربيه بطاطا كده توحد ربنا. بطاطا أي حاجة يعني. ده كيلو البطاطا يا جماعه بجنيه ونص، كيلو البطاطا في الارض بجنيه ونص، يعني مش طلعها من زكاه زروعك. تمام، دي ايه؟ دي اجهزه، نماذج للاجهزه بتاع اللي احنا نماذج من قوافل كل الناس بتعملها. يا جماعه احنا طالعين بخمسين عربيه شفر نص نقل اهي، المراتب اهي. ده قوافل هم عملوها. لا ده احنا قافله حلايب وشلاتين 50 عربيه نص نقل مقفله زي بتاعه الموبيليا. احنا رايحين بحاجات باذن الله كده ان شاء الله تتخطى ال 4 مليون جنيه. ليه؟ هي اول مره نروح. والناس دي فعلا يعني جميع المسؤولين دعونا ان احنا نروح. معالي وزيره التضامن انا بشكرها دلوقتي لانها قررت تشارك معانا بالقافله، هتساهم معانا ب 1000 بطانيه ما شاء الله، هتساهم معانا ب 200 مرتبه غير اللي احنا اعلنا عنهم دول، ده حاجه ثانيه. وهتساهم معانا بمواد غذائيه كمان. طب كويس يا جماعه، بصوا يعني اطعام الطعام ده سمه الاتقياء. وبعدين ستر الناس دي من اكبر النعم على الاطلاق. الزغروطه دي ملهاش تمن، ما بتحركش فيكم حاجه. كرسي متحرك زي ده للناس، للست الفاضله ديت، ده مشروع كشك احنا عاملينه للست العجزه. يعني طبعا احنا عندنا هناك في مسجد محتاج الصب، مسجد بنينه في حلايب مبني من زمان ومش عارفين يعملوا فيه حاجه. طبعا مطلوب نعمل عمدان ونسقفه ونشطبه لهم، اقل واجب مننا. الناس بتصلي على التراب يا جماعه زي يعني صحيح، حاجة تحرج. أحيانا يصرفوا في مكان يبقى مش محتاج ويسيبوا أماكن قاعدة ويغير ويغير. يا جماعة ما تغيروش، خلونا في الناس دي دافعين فيه كتير. والتكييفات وكذا هناك حاجة بتقول على الرمل، بيصلوا على الرمل. احنا مندوبنا لما راحنا بعتنا مندوبنا مرتين هناك، قعد شوية وجه عشان يعيش مع الناس ويشوف الدنيا. صراحة يعني في صور مش هينفع نعرضها خالص. الدولة عاملة مجهود هناك خرافي، بدأت تبني للناس بيوت تمام زي حياه كريمه كده، بس بنظام جميل جدا تاني غير اللي بتعمله هنا. احنا بقى دورنا عايزين ناكل، عايزين نكمل بعض بقى، عايزين كله بيكمل بقى عشان نكمل بعض. لان احنا لازم نبقى يعني ده عربيات مليانه عفش، ده عربيات سواء كان بقى الموبيليا اللي الناس بتبعتها. على فكره موبيليتك ده عامله شغل معانا جبار جدا. هم كانوا عايزين على فكره 500 سرير. انا قلت مراتب، عارفين المرتبه تحط فين؟ اقعد فكر بحطها على سرير، على الارض، على الارض، على التراب. انا ما يعني احسن من انه ينام على كرتونه. مفيش بقى حد كده يفاجئنا 100 سرير تاخدهم وانتوا رايحين. مفيش حد كده. حبايبك بتوع دمياط بقى، انا بقول يا دمايطه فحركتوني. لو كل ورشه بس من 52000 ورشه طلعت سرير. والله هناك بقى هتعملوا موضوع التنمية المستدامة أو هتعملوا مشاريع أو هتعملوا كده، ولا لسه الأول بتروحوا تدوا وبعد كده بقى تتحروا بقى مين محتاج مين مش هتقدر يعني تشتغل مين هتقدر تشتغل كده يعني؟ هو مندوبنا هناك لغاية النهاردة لسه مرساش على حاجة خاصة بالتنمية المستدامة. البلد دي لها طبيعة خاصة جدا عن مصر كلها، ما شفناش ولا هنشوف. إيه؟ بلد يعني مثلا في مكان تعمل تدلو بقرة، تعمل لي مزرعة بتاع ده فراخ، سوبر ماركت هناك، لا ده ولا ده ولا ده ولا خياطة مش عارف. فقلت له خلاص خليك، احنا جايين كلنا بمجلس الإدارة كله طالع، نيجي بقى نقعد ونقعد مع مجلس القبائل اللي بيدير المناطق دي كلها، هو أدرى الناس بناسه، ونعمل بقى اجتماع على المكشوف ايه المشروع اللي ممكن يتعمل للناس هنا سواء جماعي أو فردي. لان احنا مش هنسيبهم باذن الله ما نعمل لهم مشاريع. في وحده صح، في هناك وحده صحيه، في هناك وحده صحيه تمام، مركز طب الاسره موجود. تمام كويس، ده اللي هتسلموه الادويه. هو هناك قالوا لنا مديريه الصحه هتاخد الادويه وتوزعها على الثلاث بلاد. اصل ما ينفعش يدوا الوحده واحده بس، هيقسموا بطريقتهم بقى على الثلاثه. ما ينفعش نروح حلايب لوحدهم، هتبقى مشكله.
تمام، يقول لك تمييزه ما تمييزه كده، ما ينفعش نروح شلاتين لوحدها، احنا رايحين لتلات بلاد تمام، اه مسافات بعيده بينهم وبين بعض بس لازم الثلاثه نروح نزورهم عشان ما حدش يزعل مننا. واهل الخير اللي بيشوفونا يقدروا، اوعى تفكر انها تنقص، ده هتبقى سبب البركه وسبب زوال الهم والكرب، سبب زوال المرض، سبب رضا ربنا، وسبب انك يوم القيامه تستظل بظل الصدقه. هو دلوقتي هيتصل بيكوا يقول لكم ايه؟ يقول لكم انا هحط الفلوس ولا يعني يعمل ايه بالظبط؟ هو يقول انا عايز اشارك في قافله حلاوي وشلاتين، يتصل على 19038 انا عايز اشارك في قافله حلاوي وشلاتين، عندي حاجات عايز عربيه الجماعه تيجي تاخدها، ماشي لعيني، انا عايز اتبرع بفلوس لان مش هشتري حاجه، او المندوب يجي لك او البنك حساب البنك موجود تمام، اللي عايز اجي انا هجيب عربيه نص نقل املاها من الاهالي بتوع الحاره بتاعتنا واجي معاكم معايا، وهات معاك اتنين تلاته من الحاره يشوفوا عشان ابنك لما يمصمص شفايفه ومش عاجبه الفراخ المقليه كان عايزها تبقى مشويه، اما يجي هناك ما عادش هيقلب نفسه معاك لان هيشوف ناس عايشه في عالم تاني لا عندهم بقى لا فراخ ولا مقليه ولا مشويه، هيجرب يقول الحمد لله على النعمه اللي ربنا ادهاله البيت والستر، وبيفتح الثلاجه بيلاقي فيها حاجه. الناس هناك كلهم طالبين ثلاجات، الميه هناك بتغلي نار، نفسهم في ثلاجه، اي ثلاجه، فلو عندك ثلاجه مستعمله لو سمحت هتجدد ابعتها بس تبقى شغاله. يعني اتصل على 19038 العربيه هتجي لك تاخدها، تروح تاخدها خلاص، بس جربها كده لان بص لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا سيدي طلع ثلاجتك واشتري ثلاجه جديده، اشتري بقى ثلاجه ثانيه، انت مرضك قاعده تزن على دماغك، عايزه ثلاجه عايزه ثلاجه يعني فرصه وجات لك ثلاجته كويسه وكل حاجه، وهو بدل ما يعني افكار كتير. المهم عايزين نشارك وجربوا متعه العطاء في ايام مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. طيب كفاله الاسر بقى، هل هتحطوا كفالات للاسر او حاجه هناك؟ احنا عندنا الكفاله قلنا قبل كده ثلاث حاجات، في كفاله طفل طالب علم ممكن تدفع له المصاريف وتجيب له كسوته ماشي عند بطريقتك انت زي ما انت عاوز، عايز تيجي نوصلك ليهم، عايز عن طريقنا زي ما انت عاوز. في كفاله اسره طول السنه بتبقى الام موجوده او الاب فقير او كده وعنده اطفال، احنا بنقرب الحاله ليك بنعرفكم على بعض وتتعامل انت او عن طريقنا احنا خدامينك، لان احنا كده كده هناخد ثواب الدل على الخير كفعال، فتعبنا معاك مالكش دعوه. الحاجه اللي هي الثالثه ان انت تقول لنا سيبوا بقى الحاله دي خالص دي بتاعتي واحنا حرين مع بعض، نقول لك شكرا نشطب الحاله من عندنا من الكشف ونكتب كفاله فلان، لكن رجاء لو انت هتوقف في يوم من الايام عرفنا عشان نشوف حد متبرع تاني. تمام؟ طب بتبدا الكفاله بكام؟ الكفاله بتبدا للطفل الواحد ب 200 جنيه في الشهر. معايا؟ طب للاسره؟ بص الاسر الفقراء دول يقدروا يأقلموا نفسهم باي حاجه. عدا المواسم، واقصد بالمواسم بدايه الدراسه، عيد الفطر، عيد الاضحى، تمام؟ رمضان. ممكن 500 جنيه يكفوا الاسره يعيشوا بها في البلاد الفقيره. هتقول لي يعيشوا ازاي؟ يقول لك مش بتاعتك. خلاص هم حامدين شاكرين قنوعين. طب تمام؟ هو تضمن ازاي الاستمراريه ان هو يديك ال 500 كل شهر ولا هيديها لك في السنه ولا هيعمل ايه؟ ما هو بقى حسب بقى ما هيختار بنتفق، لو هو هيتعامل عن طريقنا احنا بنقول له ممكن تحط لنا سنه مقدم في البنك وتريح دماغك واحنا هنتعامل احنا مباشر. او انت هتتعامل مع الحاله اول مره نلاقيكم في بعض تحاسبهم قدامنا ونديهم ايصال استلام ونقول يلا بقى ربنا يعينكم مع بعض. تمام؟ او ان انت تقول خلاص مالكش دعوه بيا خالص، اديني بس الكشوفات والتليفونات وانا هتصرف. بس احنا حته التليفونات ما بنحبذهاش في الاول لاسباب كتيره بتحصل، في ناس للاسف الشديد بتستغل الموضوع مش كويس معايا، فبيحرجونا جدا عند الحالات. هي الحاله طالبه مساعده، انت تنكد عليها ليه؟ ليه بيعملوا ايه يعني؟ لا في ناس التليفون. بتصل تعاكس اهدى معايا، وفي ناس تقول صوري لي نفسك. ايه يابا انت بتعمل ايه؟ انا بدلك على حد دخلك الجنه، انت رايح تاخده وتروح النار. يعني هو قال يعني زياده توكيد عايز يتاكد. لا 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 تبقى اسباب تانية معايا، لكن انت هتيجي معايا واشوفك عشان اعرف انت مين وابقى انا مطمن، لان دول في رقبتنا
معايا؟ مش هضلهم ولا وصلهم لمرحلة يندموا فيها في يوم من الأيام ويقولوا يا ريتنا ما اتصلنا على البر والتقوى. حضرتك في بداية الحلقة أو قبل الحلقة قلت لي الناس يعني بتبقى عايزة تطلع تعمل صدقة جارية وتعمل موضوع الآبار ده وتبقى يعني عملت اللي عليها. فقلت لي أنا عايز النهاردة أدلهم أكتر على فكرة يعني في يوم ذي مصغبة الناس اللي محتاجين قوي في أشد الاحتياج مش هيدخلوا مدارس بمية الآبار. آه صحيح مية الآبار مهمة، إنما هما دلوقتي في احتياج أشد. بصوا يا جماعة، عمل الخير مواسم، كل موسم وليه الخير بتاعه. يعني أنت هتروح تعمل بير وفي يتيم دخل المدرسة من غير كسوة وشكل وحش وزعلان واتدمر وساب المدرسة وطفش، ده في رقبتك. البير مش هينقذك من دي. احنا قدامنا 60 يوم، لو سمحتم ركزوا معايا في اليتيم والمسكين وفي الاطعام قوافل واسقف البيوت والبطاطين والالحفة. بعد الستين يوم ندخل نرجع تاني لقصة الابار. المستشفى خلاص الحمد لله المرحلة الاولى اشتغلت، هنعرض عليكم بعد شوية كده اما نعد برضو الستين يوم دول، هقول لك انا عايز واحد اتنين عشان العمليات وغرفة العناية المركزة والقصص دي كلها تشتغل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عواد رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية. بشكر حضرتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله.